بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نحكي على هواية ناس يفكرون بهذا السؤال، ليش احنا نظلنا نستغفر ونستغفر ونستغفر وماكو إجابة من هذا الاستغفار؟ هاي الوعود الربانية ماذا تجينا؟ الاستغفار بإذن الله يجيب الأموال. الاستغفار اللي يستغفروا رب العالمين هو هذا فعل قائم، رب العالمين مستحيل يعذبهم ما دام هم يستغفرون. الاستغفار يجيب الأمطار، الاستغفار يجيب متاعا إلى أجل مسمى، متاع يعني من رب العالمين، تخيلوا. فكل هاي الأشياء وغيرها وغيراتها، كل هاي الأشياء قوة إلى قوتكم، بأموال يمددكم بأموال، زين ليش احنا نظل نستغفر واحنا معذبين واحنا فقراء واحنا هواية مشاكل عندنا؟ ليش؟ لماذا؟ السبب انه اني هسه راح اعطيكم مثل. هل يجوز هسه انتم عايشين في بلد وهذا البلد هو امن ما شاء الله وهذا البلد هو جدا جيد، او بغض النظر بلد انتم عايشين في بلد اكو قوانين لهذا البلد، انتم تجون تغلطون بعدين تقولون لا 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 اسفين بعد ما نعيد هذا الغلط، وترجعون تغلطون وتقول لا 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 بعد ما نعيد هذا الغلط؟ هل يعقل انه انتم كل مره تسوون نفس الغلطه وترجعون تنتهون عن هاي الغلطه تقول لا 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 بعد ما نسوي هاي الغلطه؟ الدليل انه رب العالمين، هم طبعا الناس تطي حجج تقول لك لا رب العالمين هو يحب الناس تغلط، اذا ما نغلط راح يجيب قوم غيرنا يغلطون حتى يستغفرون. يا اخوان رب العالمين يحب الناس تغلط وتتوب. شنو معنى توبه؟ يعني لما اني اسوي غلط واحد معين، اسوي غلط واحد معين، ها عيوني، بعد ما ارجع لهذا الغلط، اوكي اغلط باللي وراه واتوب، واغلط باللي وراه واتوب. تواب اواب، مو انتي ترجعين. يعني هسه اني لله المثل الاعلى، هسه اذا انتي الوالد، والدكم اوكي، والدك او والدك يقول لك اني ما احب هذا الطبع، ما احب انه تتاخر ورا ساعه 12 بالليل، وانت تيجي كل يوم تتاخر ورا ساعه 12 تقول لا 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 سوري سوري، وبعد ما اتاخرت اسبوع تقول ما تتاخر، وبعدين ورا الاسبوع تتاخر تقول لا 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 سوري سوري. هل معناه انت محترم ابوك او انت محترمه ابوك؟ معناه ما عنده احترام لله المثل الاعلى. لما احنا نعامل رب العالمين بهذه الطريقة، رب العالمين يا جماعة شلون يستجيب لنا واحنا دا نعصيه؟ هاي يعني معناه اكو عدم استجابة لله، ورب العالمين قال ادعوني استجب لكم بس فليستجيبوا لي، فهاي معناه اكو عدم استجابة لرب العالمين. الاستغفار يجيب نتائج اذا اكو استقامة. الاستقامة شنو هي معناها؟ انا اقول لكم شنو هي معناها. الاستقامة معناها انه اني أغض البصر، إنه أني أحسن للناس السيئة، مو حقي وما حقي وأريد حقي على قولة الدكتور عدنان إبراهيم النابغة عدنان إبراهيم، حقي وما حقي. يا أخوان يا أخوان، طول ما أنتوا تتعاملون مع الناس بهذه الطريقة ما راح تحصلون على أي شيء جيد في حياتكم، ما راح تنالون على فوائد الاستغفار أو فوائد الدعاء، أو ما راح تنالون، هي بس مجرد طقوس وبس مجرد هي حركات، ما راح تستفادون أي شيء منها. يا جماعة أتمنى الكل يكون واعي لهاي النقطة، استقيموا غض بصرك، قوم الليل، قوم قبل ساعة من الفجر، اقرأ قرآن، سبح، صوم حتى لو مرة بالأسبوع، مو بغض النظر شعبان رجب، مرة بالأسبوع. يعني أنتوا المفروض، أنا آسفة راح أرفع لأنه تعبت من وقفة، يعني إحنا المفروض أنه ما ننتظر يا جماعة، إحنا المفروض ما ننتظر أنه والله هذا رجب إجا راح نصوم، إيه شعبان إجا راح نصوم، إيه كذا إجا راح نصوم. حبايبي أنتوا خلينا نصوم وخلينا نعامل كل الشهور كأنها رجب وكأنها شعبان وكأنها رمضان. يا جماعة نستجيب الرب العالمين، نغض بصرنا. إذا أنت كنتي مرأة لما تمشين بالمول عينك بالقاع، عينك على حسب خطوتك، فلان وعلان ويحكي وكذا عينك بالقاع. واذا انت كنت رجل نفس الشيء يا جماعه، نفس الشيء رب العالمين قال لك وقال لك تغضون البصر. ما اذا نظره واحده ما يصير تنعاد يا جماعه، لا تختابون، لا تحجون على احد بظهره. اي غلطه اوكي يقول لك انا مو ملائكه، هاي مدخل من مداخل الشيطان، يقول لك انا مو ملائكه، انا ما اغلط، اوكي انت مو ملائكه وانت مو ملائكه، بس توب. لما تغلط لازم اكو توبه. شنو يعني توبه؟ اصلي ركعتين واقول له يا رب اني اوعدك انه اني بعد ما اغلط، يا رب اوعدك انه اني هاي اخر مره. يا جماعه والله العظيم والله، انتوا توبوا لله وراح تشوفون. استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا.
أنا دائما أقول ليش يجي البلاء إذا أنتم مستقيمين. دائما الدكتور عدنان إبراهيم شي يقول، وهاي يعني جدا حبيت هاي الكلمة، يقول إذا أنتم دائما جدتوا تدعون رب العالمين متضرعين كل يوم، وكل يوم تستغفرون وأنتم متضرعين كأنه أنتم بأمس الحاجة مضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، حتى لو ما جدتوا مضطرين تستغفرون كأنكم استغفر الله يا ربي أنقذني ليس لي سواك، أو استغفر الله اللهم ارزقنا العفو والعافية، هكذا رب العالمين ما راح يبليكم ولا راح يبلينا بإذن الكريم. لأن ليش هو يجي البلاء؟ يجي البلاء حتى يرجعنا على الطريق المستقيم. بس إذا إحنا مستقيمين ولما نغلط نتوب، ليش يجينا البلاء؟ هسا إحنا لما الإنسان لما يمرض شي يقول، الإنسان لما يمرض شي يقول، يقول له إنه أجر وعافية، أجر وعافية وتكفير ذنوب. تكفير ذنوب ليش؟ لأنه هو عنده ذنوب، بس لما أنا ذنوبي عفواً محددتها، ذنوبي محددتها إنه أنا رأساً أذنب وأتوب، رب العالمين دا يشوف هذا الشيء بيه وما رح يعذبني لا بالحياة الدنيا ولا يعذبني بالآخرة. يا جماعة يا جماعة، هاي الآيات اللي موجودة اللي أنا قلتها بالفيديو اللي قبل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. إذا هاي كلها الوعود ما ماشي علينا، شنو هو السبب يا جماعة؟ جندنا لهم الغالبون، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. زي ليش أقدامنا مو مثبتة وليش إحنا مو منصورين؟ هذولا هاي كلها الصفات وغيرها وغيراتها، رب العالمين يكون وليكم ولولينا في الدنيا قبل الآخرة. زين هذه إنه الوعود الربانية اللي على الله أهون، على قولة الدكتور محمد راتب النابلسي، أهون أن تقام السماوات والأرض على أنه ما يطبق وعوده للمؤمنين والمسلمين. ليش هاي الوعود غير مطبقة علينا؟ ليش إحنا مبتلين بالأمراض ومبتلين؟ المفروض والله والله التشكة الأبرة لما توجعكم تعرفون أنه أكو ذنب، بس الإنسان ما رح يقدر يحاسب نفسه بهذه الطريقة إذا هو ما كان أبيض مثل الورقة. إذا الإنسان ما كان أبيض مثل الورقة ما رح يقدر يحاسب نفسه بهذه الطريقة. ليش؟ لأن لما أني صار شيء زعجني، زوجي أذاني، زوجتي أذتني، ابني قال لي كلمة ما حلوة، رأساً ها أنا سويت. هاي الدكتور عدنان إبراهيم عنده محاضرة من أروع المحاضرات، حتى شكة الأبرة، حتى الأفر لمن ينكسر وتتوجعون أكو ذنب. بس إحنا ما رح نقدر نوصل لهاي المرحلة إذا إحنا عندنا ذنوب هواية، إذا إحنا عندنا اغتياب لازم هاي كلها نتوب منها، اغتياب ممنوع. هذيك المرة أختي وحبيبتي وصديقتي قالت لي فرح أرد أسألك السؤال، يقولون الاغتياب فقط على العرض ممنوع، يعني إن من تحكين بعرض أحد. حبايبي اغتياب معناها أنتوا تجيبون سيرة أي بشر بظهره هو ما موجود، أي بشر تجيبون سيرته خير شر. أنا ليش أقول خير شر؟ لأنه مرات لما أنت إذا تحكين خيرا على شخص المقابيلك يحكي عليه شرا، فانت قطعي قطعي وانت اقطع، لا تحكي على احد خير شر، لا تجيبوا سيره احد، قولوا اخاف الله انا ما اريد اجيب سيره احد، قطعوا اغتياب، قطعوا نام نام، يعني لا تسمعون احد يحكي على احد. طبعا اغتياب حتى الحكام وحتى المغنين وحتى الرقاصات، ليش هذول ما عندهم رب العالمين؟ عندهم رب العالمين وعندهم خطيه، ما لنا علاقه، واحد ظالم واحد مظالم واحد ظلمك، رب العالمين هو يحاسبهم. احنا ما نحسب اخطاء الناس وعارفين اخطائنا، احنا ما نحسب ظلم الناس وعارفين ظلمنا. يا جماعه رب العالمين هو ادرى بعباده، والله فلان ظالم وفلان هو يجور بيها وفلان الكذا والحاكم الفلاني الكذا، زين هو الله مو شايف؟ ليش هو الله ظالم يقبل احد يظلم احد؟ فرب العالمين عادل، لا تهتمون بهاي الامور، اهتموا لا تختابون، غض البصر، قومي وقوم قبل الفجر بساعة، حتى لو بس فقط تقعد قبل الفجر باتجاه القبلة، حتى لو عليك العادة الشهرية قعدي بدون وضوء عادي، قولي ربي اغفر لي فقط، مستغفرين بالأسحار تنحسبين منهم، أو قولي الله الله لفظ الجلالة الله ساعة كاملة، أو أقرأ قرآن، أو سوي اللي تسووه، قوموا صلوا ركعتين، هاي اللي يقدرون يصلون، يعني صومي يوم واحد بالأسبوع، صومي لوجه الله تعالى، مو ضرورة شعبان ورجب ورمضان، صومي يوم واحد بالأسبوع لوجه الله تعالى. احسني للناس السيئة ومن ضمنهم أولادك، حتى الاغتياب يجري على الأولاد، لا تختابين طفل من أطفالك تروحين تحكين ويا أمك وتحكين ويا أبوك وفلان هيجي سوى وابني هيجي سوى. هاي الأشياء كلها تسجل، كل كلمة طالعة من حلقنا عليها رقيب عتيد. هسا التفكير لا تحاسبين عليه، بس الكلمة دا تطلع من حلقكم عليها رقيب عتيد، فخلينا نعرف شلون نستغفر مع استقامة مع توبة، وراح تشوفون رب العالمين شلون راح يفرجها عليكم. أحبكم، إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة من الرحمن الرحيم.